بسم الله الرحمن الرحيم. سارة شلغمية، طالبة في كلية العلوم الاقتصادية والحقوقية والاجتماعية بسالة. اليوم مع مشاركة مع الجمعية الخضراء للثقافة والفنون، قدمت الجمعية مجموعة من النشاطات ومن الورشات اللي كتهم الطلبة وكتساعدهم في حياتهم الشخصية والعملية. هاد الورشات كانوا متعددين وفي صالح ديال الطلبة، منهم ورشة التنمية الذاتية، ورشة ديال الرسم على الزجاج، ورشة ديال الرسم. خرجت الطلبة من الحياة الجامعية ومن القراية ومن الكتوبة، وعطتهم واحد طابع آخر للجامعة اللي هو الطابع الاجتماعي والفني، اللي غيقدروا يلقاو فيه متنفس آخر ديال الوقت الثالث ديالهم، واللي غيعاونهم إن شاء الله. الحمد لله النشاط داز في أحسن ما يرام، كل شيء كان متوفر، الطاقم الإداري والثقافي في الكلية رحب بهم، وتحنا بدورنا ورحبنا بهم، ونتمنى أنهم يتشي يستمر ويبقى دائما، وإن شاء الله المسيرة دي العام كلها تمشي، كلها ثقافات، كلها أنشطة ثقافية إن شاء الله في الصالح ديال الطلب. الطلبة ديال الجامعة ديال محمد الخامس السالة، وكاينين ورشة مع الجامعة مع جمعية الخضراء في إطار عدد ديال الورشات الفنية بيئية. كنحاولوا أننا ندير واحد التوعية بالنسبة للطلبة هنا في الجامعة، توعية أساس البيئة، كيفاش يعرفوا أنهم يطوروا البيئة ديالهم، كيفاش ينميوا البيئة ديالهم، كل شيء. ومن بعد كاين واحد الحس فني، وهذا وكنتمنى أن يكون هذه الشراكة بيننا وبين الجمعية ديال الخضراء، أننا تطور الأفكار وتطور لي كاباسيتي ديال الطلبة ديالنا في الجامعة ديالنا. درنا تعريف بالورشات باش من نقدم ان شاء الله لي ستوديون، كل واحد لي انتريسي بان اتولي يدير في الانسكريبسيون من بعد، وفي الاخر باش نخليو بصمه ولا نخليو ان سوفونير لافاك، ولي ستوديون لي يجيو نهار الاثنين باش يعرفوا بلي راه درنا اون رونكونتر هنايا، درنا هاد اللوحه. فوالا، ميرسي.